ومن خصائص يوم الجمعة أنه جاء الوعيد الشديد في حق من تخلف عنها. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يأتي وعيد شديد في مثله من الصلوات إلا صلاة العصر. وهناك أناس الآن في فروشهم، أعوذ بالله من أن يطبع الله عز وجل على القلب. فحديث ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كما في المسند والسنن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كما عند مسلم لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كما عند الطبراني من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين. إذن غفلة وختم على القلب وطبع على القلب ويكتب من المنافقين. نفاق، غفلة، طبع، ختم على القلب. نسأل الله السلامة والعافية.